في الوسط لدى القائد احمد عيد عبد الملك، يمر بمهاره عاليه من احمد، من اللاعب معروف يوسف. حاول محمد رزق يستخلص يسدد، لمست قدم علي جبر. ثواني الاخيره من عمر هذا الشوط، لم نتعرف على الوقت المحتسب بدل من ضايع. كره من بعيد وتصويبه، ولكن على يمين عمر صلاح، تمركز جيد لعمر وتحرك ناحيه اليمين واغلاق الزاويه. وعلى ما يبدو ان هناك دقيقتين كوقت بدل من ضائع، كما اعلن عمر الشناوي الحكم الرابع بناء على قرار من حكم اللقاء الدولي محمد